صباح الخير على زمايلنا في الاستوديو، صباح الخير على كل متابعي صدى البلد في كل مكان. اهلا بيكم، احنا معاكم النهارده من احد محلات الذهب علشان نعرف اسعار الذهب والفضه كمان وصلت لفين. الفتره اللي فاتت او الشهور اللي فاتت شهدنا استقرار في اسعار الذهب، يعني لحد ما كانت مستقره، ولكن البياعين النهارده قالوا لنا في المحلات ان اسعار الذهب بدات تعلى تاني من بدايه الاسبوع اللي فات. فخلينا نعرض على حضراتكم الاسعار بتاعتنا. عيار 18 عامل 2974 جنيه، عيار 21 عامل 3470 جنيه، عيار 24 عامل 3965 جنيه، وده يعتبر الذهب البندقي اللي بيستخدم في السبائك. يعني لو هنشتري سبيكه جرام هيكون سعرها عامل 3965 جنيه، لان هي بتكون من الذهب الخالص اللي هو الذهب ال 24 اللي بيسمى الذهب البندقي. كمان الجنيه الذهب عامل 27760 جنيه، ده غير المصنوعيه والدمغه بتاعته. فدي يعني الاسعار اللي اتقالت لنا للذهب، ولكن خلونا برضو نعرف الاسعار بشكل اكبر ونعرف حركه البيع والشراء من صاحب المحل اللي احنا متواجدين فيه. خلينا نشوف قال لنا ايه. في البدايه برحب بحضرتك معانا في برنامج صباح البلد، وعايزه اعرف من حضرتك الذهب وصل لفين النهارده؟ صباح الخير يا جماعه، الذهب وصل لمكانه حلو ان شاء الله، الكل يتفائل ان الذهب يبقى كويس. الناس اللي اشترت بسعر كان ب 4000 وشويه، ان شاء الله ممكن يوصل تاني الايام اللي جايه ديت. الذهب البندقي عامل 3965، الذهب ال 21 دلوقتي عامل 3470، ال 18 2974. اسعار الذهب اللي احنا بنقولها دي مش ثابته، دي اسعار يعني بتتغير كل شويه. بتترتب تغييرها دوت على سعر البورصه العالميه وسعر الدولار طبعا، لان وقيت الذهب بتتحسب بالدولار البنكي. طب الفترة اللي فاتت احنا شفنا فيه استقرار في سعر الذهب، لكن بداية من الاسبوع الحالي بدا الذهب يرجع تاني. الذهب بدا يرجع تاني ويزيد، مش يقل، يزيد. وتوقعات ان هو احتمال يزيد تاني لو ما فيش استقرار في الدولار، يزيد الذهب تاني. طيب الناس تبدا تبيع ولا تشتري؟ الناس تشتري. انا انصح الناس على فكرة، كل اللي معاه فلوس استثمار يشيلها في الذهب، مش شرط في السبائك، يشيلها في اي ما هو مصنعيته رخيصة، اي ذهب مصنعيته رخيصة. معلومة يا جماعة، موضوع الذهب لو ذهب كسر اي ذهب متكسر حتى نشتريه، بس ناخده من ناس تكون معروفة، ناس تكون معتمدة، محل يكون معروف لفاتورة، عارف هو بياخد من مين، بيتعامل مع مين. دي اهم حاجة. الذهب مش حتة حاجة هتتكسر هنركنها على جنب، لا، دي حاجة هتتباع فيما بعد بنفس القيمة بتاعتها بتزيد. الشركات اللي طالعة الفترة دي الجرام والنص جرام واشتروا السلسلة ب 1000 جنيه وب 500 جنيه، دي وضعهم ايه؟ شركات مصرية اخد وانا مغمض، شركة مصرية اخد وانا مش معنى كده ان الشغل الايطالي ما اخدوش، لا، اخد الشغل الايطالي بس اعرف ان انت هتخسر كتير. الشغل الايطالي مصنعته كتير قوي 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 قوي، وانا مش برجح ومش بحب اجيب الشغل الايطالي ده كتير. ليه؟ مش بواكب الموجه اللي بتمشي دي، لان الشغل الايطالي مصنعيته غالي. انا بتفاجئ لما اخش لي عميل يقول لي انا جايب حته الشغل دي الان نص جرام، نص جرام يكون دافع فيها 1000 جنيه مصنعيه، كتير جدا طبعا، حرام. عندنا شغل مصري كتير، حاجه زي كده مثلا، ده شغل مصري، دي تعمل 1200 جنيه، 1200 جنيه. وعلى فكرة الشغل المصري دلوقتي بقى يطاهي الشغل الإيطالي وأفضل من الإيطالي، لأن خلاص في تطور في مجال صناعة الذهب عن السنين اللي فاتت كتير. يعني إحنا دلوقتي تطورنا في صناعة الذهب. طب أنا اشتريت دي ب 1200 جنيه، أبيعها بكام؟ حسب سعر الذهب. نقول مصنعتها كام؟ مصنعتها مش هتقل مثلا عن في حدود 100 جنيه، 120 جنيه ديت، كلها مصنعتها 100 جنيه، إنما ما تحطش فيها 300 400 جنيه و500 جنيه زي ما الناس ما بتيجي تقول لي دي ب 500 جنيه وب 1000 جنيه كمان شغل إيطالي. مش صح. ايه شغل الايطالي؟ يعني ايه شغل الايطالي؟ هل هو اعلى في العيار؟ هو كله عيار واحد، يعني دي نسبه على مستوى العالم كله، عيار 18 في العالم كله واحد، 14 في العالم كله واحد، 21 برضه كل الاسهم واحد. عشان ما يضحكش عليا اخد بالي من ايه؟ ناخد بالنا يا جماعه من الذهب، لان في غش كتير في الذهب. لازم اعرف انا بتعامل مع مين، ليه اسم في السوق ولا ملوش اسم في السوق، دي حاجة. الشغل اللي بيتاخد ده بيرجع بفصوصه ولا لا، دي أهم حاجة، لأن الذهب غالي. أقل فص دلوقتي ليه تمن، أقل فص دلوقتي ليه تمن، فحرام أنت بتشتري حتة ذهب استثمار ليك ولأولادك، فلازم تخلي بالك أنت يعني دي إيه، دي هترجع بفصوصها ولا لا. ومش بالكلمة ناخدها من 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 فم السايغ، لا، فاتورة معتمدة ومكتوب عليه البيع يسترد بالفصوص، يعني الشغل ده يرجع بالفصوص. ورينا كده السبايك اللي حضرتك كلمتنا عنها اللي هي المصنعيه بتاعتها قليله. دي بالنسبه للسبايك، دي سبايك بتبدا من اول نص جرام لغايه يعني لو عايزين نص كيلو هتلاقي نص كيلو، في ربع جرام، في نص جرام، في جرام، في الجنيهات.
مش شرط سبائك برضو، احنا مش بنشجع منتج معين، انا اشجع انت هتستثمر فلوسك في حاجة استثمرها في اي حاجة تكون مصنعيتها رخيصة، دي اهم حاجة. كل ما هو مصنعيته رخيصة انا اشتريه، كل ما هو مصنعيته رخيصة ده هتلاقيه في الاستثمار. انا عروسة وهنزل مع العريس بتاعي اشتري الشبكة بتاعتي، اعمل حسابي على كام؟ في الحقيقة مش كل حاجة الذهب يا جماعة، مش كل حاجة الذهب، أهم من الذهب يعني حاجات تانية، الشخص ذات نفسه أو الشخص ذات نفسه. نقدر نقول يعني في شبكة تبدأ من ممكن نتفرج على الحاجات دي؟ في حاجات، ممكن في حاجات الكاميرا بس تجيب معانا كده دي مثلا. مش يقول لكم بقى على الشبكات الخفيفة اللي هي الحاجات البسيطة دي مثلا من أول 10,000 ل 15,000، دي الدبلة جرام، دبلتين جرام وجرام، والمهبس مثلا جرام. في حاجة تاني زي كده، دي فرنج 30-35 ألف، دي برضو بيرجع بالفسوس، دي براند الخواتم دي. في ايه تاني؟ في ده نعمل ده برضو فرنج 35-40 ألف. الحاجات دي دبلتين وانسيال وخاتم، الفسوس دي كلها بترجع بالفسوس. الشغل ده معتمد بيرجع بالفسوس يعني. ودي كانت جولتنا من محلات الذهب، وزي ما عرفنا عيار 18 عامل 2974، عيار 21 عامل 3470، عيار 24 الذهب البندقي عامل 3965. وزي ما نصحنا صاحب المحل، خلي بالكم من الذهب وان انتم بتشتروه، ولازم يكون معاكم فاتوره ويكون كمان من حد بتثقوا فيه. انا بشكركم شكرا جزيلا وعوده مره اخرى للاستوديو. شكرا.